السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. الحلقة هذه سوف نتحدث عن التداوي بالماء الساخن، يعني التداوي بحمية الماء الساخن، وهذه تعتبر حلقة يعني جديدة، نوع جديد من نظام التغذية، بكوني أن أيضا تدربنا في كمدرب صحي في التغذية التكاملية، فاستفدنا من هذا الجانب، من هذه التقنية تتعلق بالتغذية التكاملية، بحيث لا يوجد نظام غذائي معين لجميع الأشخاص، لا يوجد نظام غذائي معين محدد لجميع الأشخاص، لجميع الناس. قد ينفع نظام، قد ينفع طعام معين لشخص معين، ولكن قد يضر لطرف آخر. هذا الذي تعلمنا، وبهذا باختصار. لذلك استفدنا من هذه المعلومات، من هذا العلم، بحيث أن أتينا بما يسمى بالتداوي بحمية الماء الساخن، لأن هناك تناقضات كثيرة فيما يتعلق بفوائد المواد الغذائية. يعني البعض الأبحاث التي تتحدث عن أضرار المواد الكربوهيدراتية كالعيش والخبز وكذا، والبعض الأبحاث تتحدث عن فوائدها، وكذلك المواد الدهنية ومواد البروتينية وما شابه ذلك والآخرها. يعني لذلك وجدنا أن السبب الرئيسي هو، سوف نتحدث هنا فيما يتعلق بالعناصر المغذية الأساسية التي تلعب دور كبير جدا فيما يتعلق بالتغذية، في التمثيل الغذائي، في عملية هضم الأطعمة لإنتاج ما تحتاج الخلايا من مكونات أساسية. لذا أول شيء راح نوضح لكم كيف، أول شيء كيف تقوم الأنزيمات اللي هي مواد بروتينية وظيفتها في عملية كسر الأطعمة. أي طعام الذي تتناولها إما مكون من مواد البروتينية، أما كربوهيدراتية، إما مواد دهنية من مشبع بالدهون، وبالمقابل تقوم المواد، طبعا تقوم الأنزيمات في كسر هذه المواد. يعني مجرد تناول أي طعام، اي طعام يتكون من اي من هذه الثلاثه المواد، وتقوم الانزيمات بكسر المواد البروتينيه لانتاج الاحماض الامينيه. طبعا يستخدموها الكثيرين في بناء الاجسام والعضلات، فمفيد جدا للعضلات والاجسام. وكذلك الانزيمات تقوم بكسر المواد البروتينيه، طبعا احنا لو تكلمنا عن مواد بروتينيه كالاسماك واللحوم وشذلك، المواد الكربوهيدراتيه مثل العيش والخبز وكذلك مواد كربوهيدراتيه، تقوم الانزيمات كسرها لانتاج ما يسمى جلوكوز، والجلوكوز هو سكر الدم، ايضا مفيد سكر الدم في حدود معين. وتقوم الانزيمات ايضا بكسر المواد الدهنيه اللي فيه دهون لإنتاج ما يسمى الأحماض الدهنية، ومن ثم هذه الأنزيمات تقوم وظيفتها مرة أخرى. طبعا احنا قلنا اللي هي الأحماض الأمينية تقوم بكسرها لإنتاج لبناء العضلات وبناء الأنسجة في الخلايا، ومقابل تقوم بكسرها لإنتاج ما يسمى الطاقة للجسم. يعني شوف أهميتها، أهمية المواد التي نتناولها هو إنتاج الطاقة للجسم فيما يتعلق مواد بروتينية، بجانب إلى بناء العضلات وبناء الأنسجة. ومن ثم تقوم الأنزيمات مرة أخرى بكسر المواد اللي هي السكر الدم، يعني جلوكوز، كسره لإنتاج الطاقة للخلايا. أما بالنسبة للأحماض الدهنية الناتجة من الدهون، تقوم الإنزيمات بكسرها مرة أخرى لإنتاج أي طاقة
للجسم. أي كل ذلك، كل هذا الجسم محتاج من الدرجة الأولى الطاقة. الطاقة مهمة جدا جدا، خلافة بناء العضلات والأنسجة. لأن خلاص نحن عرفنا ما هو الهدف من الطعام الذي، أي طعام الذي نتناولها. طبعا على ولا ذلك هي المواد البروتينية، فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها ولا شهدي. طيب ركز معي هنا، النفايات الناتجة من التمثيل الغذائي تنتج مواد سامة. هذه نفايات يعني تعتبر مواد سامة، هي ناتجة من التمثيل الغذائي. هذه مواد سامة مكونة من غاز الميثان وكبريتيت الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، هذه كلها مواد سامة. لذا مواد الأغذية تنفعنا من جانب، لكن النفايات الناتجة من التمثيل الغذائي هي تضرنا من الجانب الآخر. طيب خلينا نشوف مع موضوع الماء الساخن، ماذا يفعل الماء الساخن؟ سبحان الله، مكون طبعا الماء الساخن من 4 عناصر تحدثنا عنها، عناصر مغذية أساسية لجسمه: الماء، الأكسجين، الهيدروجين، والطاقة. هذه 4 عناصر مغذية أساسية للجسم للخلايا. طيب ماذا تقوم هذه 4 عناصر ناتجة من الماء الساخن؟ أول شيء إنتاج الطاقة للجسم. كيف؟ استنادا للقانون الديناميكي الحراري، فنص القانون الأول بأن الطاقة لا يمكن خلقها ولا يمكن يعني ممكن يعني كسر، لا ممكن يعني cannot be created cannot be destroyed، ما ممكن نشأ الطاقة ولا يمكن تدمير الطاقة، فالطاقة موجودة في الكون، لكن تنتقل الطاقة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد وليس العكس. لذا الماء الساخن كون درجة حرارته، سخونة الماء أعلى من درجة طبيعية للجسم الإنسان، يعني معدل 50 درجة مئوية، لذلك هي الطريقة الاستثنائية والوحيدة في نقل الطاقة بالترطيب إلى الخلايا. لذلك هنا خلاص اكتفينا بأن الماء الساخن يعمل على نقل الطاقة للخلايا في جسمه مقارنة بالمواد الغذائية. هنا إيش الفرق بين الأغذية والماء الساخن؟ هنا في ما يتعلق بالسموم. الأغذية نفايات ناتجة منها هي تعتبر نفايات، هذه تعتبر مواد سامة كما تحدثنا قبل قليل. أما الماء الساخن فلا ينتج أي مواد سامة إطلاقا، فهي مواد غير سامة، لأن لا الهيدروجين ولا الأكسجين ولا الطاقة ولا الماء فيها أي من المواد السامة. لذلك الجسم يستفيد من الطاقة من خلال الماء الساخن، الطاقة النظيفة، خليكم معي، الطاقة النظيفة خالية من السموم. لذلك هنا ارتأينا بأن الطريقة التي نحن نتناول الأطعمة خطأ خطأ خطأ، يجب نتقلل من الأطعمة بكمية تناسب ما بين 50% إلى 70% عن المعدل اليومي، وقد يوصل أحيانا 90%، يعني لا للغداء ولا للعشاء ولا للإفطار. نعم تناول إفطار الأساس إفطار جماعي مع الأسرة مع الأهل وكذا، بس بكمية بسيطة، وكذلك الغداء وكذلك العشاء، لكن في جميع الأحوال ما تحتاج كل إن هذه 3 فترات لتناول أطعمة. تتناول الطعام مجرد تشعر بالجوع، الجسم بحاجة ملحة، ويبقى فقط مرة أو مرتين في الأسبوع أنك تتناول الطعام بكمية مفرطة، يعني كمية كبيرة. أما بشكل يومي بشكل مستمر لا ننصح الإفراط في تناول الطعام. تكتفي بأن تقلل نسبة الطعام، لأن هذا كمية ضئيلة بسيطة كافية أن تغذي الخلايا بما تحتاج من مواد التي ما ممكن تحصل عليها من الماء الساخن، مثل الفيتامينات، مثل مواد البروتينية والأشياء هذه كلها. لكن باقي أما في كما ارتأيته هنا، الأهم في كل ذلك هو الطاقة. الطاقة أن كل هذه العملية هو أن أساس إنتاج الطاقة للخلايا، فالخلايا خلايا جسم الإنسان تحتاج طاقة من الدرجة الأولى. وهنا استطعنا خلال أبحاثنا توصلنا بأن فعلا الماء الساخن هي الوسيلة الأفضل والأمثل والوحيدة الاستثنائية في عملية نقل الطاقة للخلايا
بدون أي مواد سامة، وبالتالي تقلل من النفايات السامة لأن تقللت كمية الطعام، فتكون النفايات السامة في جسمك أقل بكثير عن الوضع قبل تطبيق برنامج التداوي بحمية الماء الساخن. هذا هو الذي أردنا أن نوضح لكم، ونشكركم على متابعتكم ومشاهدتكم. نرجو منكم الاشتراك بالقناة لمن لم يشترك، ونشر هذه المعلومات، نشر الفيديو، نشر القناة حتى يستفيد الآخرين. هذا هو هدفنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.